السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي في البيت. مفيش احسن من الزبادي البيتي اللي انت تعمليها بايديكي وتبقي ضمناها وعارفة انت حاطة فيها ايه بالظبط. الزبادي سهلة جدا، بس في ناس كتير ما بتنجحش معاهم وما بتديهمش النتيجة المطلوبة. في ناس مثلا بتعمل طبقة وش من مية على الوش، في ناس تانية بتبقى الزبادي نفسها خفيفة، في ناس تانية بتبقى الزبادي لاذعة وطعمها مش كويس. النهاردة ان شاء الله الطريقة اللي انتوا هتعملوها معايا دي لو جربتوها بإذن الله هتضمنوا نجاح الزبادي. دي طريقة ناجحة وانا ضمنها. معانا هنا كيلو من اللبن. طيب اللبن ده انا غليته على النار وفضلت اقلب فيه وهو بيغلي، اقلب فيه يعني ما غلاش ورحت طفيت عليه على طول، لا فضلت اقلب فيه وبعدين في الاخر خالص طفيت عليه وسبته يهدى لحد لما بقي دافي. دافي طيب تختبريه ازاي ان هو يبقى دافي؟ اول حاجه انت لو حطيتي صباعك كده هتقدري تتحملي اللبن دوت لمده 30 ثانيه. طالما قدرت تتحملي صباعك في اللبن لمدة 30 ثانية يبقى هو كده وصل لدرجة الحرارة المطلوبة. بيبقى عامل زي كده الدمعة بتاعة العين او رضعة البيبي في الحرارة ديت، تمام؟ طيب ده لتر من الحليب اللي هو من اللبان مش اللي هو العلب الحليب. لتر حليب هنحط له ايه؟ لتر حليب يا حبايبي هنحط له 200 جرام من الزبادي. اللتر حليب هنحط له 200 جرام من الزبادي. جربوا الطريقه دي بالمقدار ده بالظبط وهتشوفوا النتيجه هتطلع معاكوا ايه. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف معاهم معلقه صغيره من السكر ومعلقه من الحليب البودره. اللي عاوز يستغنى عن الحليب البودر براحته، عاوز يستغنى برده عن السكر براحتك، بس جربي الطريقه دي وان شاء الله هتنول اعجابك وهتبقى جميلة. احنا هنا ضفنا الحليب البودره على الزبادي ومعاهم الايه؟ لبن البودره. لبن البودره على فكره بيدي طعم جميل. ونفضل نقلب فيهم لحد لما القوام بتاعنا يصبح ايه؟ كريمي. طيب نفضل نقلب فيهم كده، انا عايزاهم كريمي خالص. ممكن اعمل ايه؟ هاخد شويه من هنا اهو كده بالشكل ده كده وهقلب فيهم كويس اهو، شايفين؟ انا عايزه اوريكم ثانيه، بصوا كده احلى. تفضلوا لحد لما اهو، شايفين؟ شايفين بقيت ناعمه ازاي؟ شايفين؟ اهو تضمنوا ان هي اختلطت تماما زي ما انتم شايفين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده هننزل بيه على اللبن، كمية اللبن اللي عندنا كلها اهو بالشكل ده اهو. بس مفيش ابسط من كده، هي سهلة جدا مفيهاش حاجة. انتوا لو مشيتوا بالطريقة ديت ان شاء الله هتضمنوا ان هي تكون ناجحة معاكوا وهتبقى زي الفل اهو. وتقلبوا كويس زي ما انتوا شايفين كده، بعدين بقى تحطوها في كوبايات صغيرة، كوبايات بلاستيك، طواجن بتبقى جميلة جدا. كل واحد على حسب ما يحبه، كل واحد على حسب العدد اللي عنده، على حسب ما هو بيحب ايه. دي حاجة ليكوا حرية الاختيار بتاعها. انا مثلا هحط هنا في كاسات زي كده اهو، بسم الله نحط كده بالشكل ده وهكذا اهو. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ كل اللي هنعمله هنغطي الكوبايات بتاعتنا او الاطباق او زي ما اتفقنا اي حاجه ايا كان هنغطيها بستريتش او هنغطيها باي حاجه كويسه، وهنكون مدفيين الفرن بتاعنا وهندخلها في الفرن ونسيبها من 6 ل 8 ساعات. طيب درجه الجو عندك مش مناسبه وحاسه ان الدنيا برد ومش هتطلع معاكي على طول، هتعملي ايه؟ هتجيبي صينيه وهترصي فيها الكوبايات دي او الاطباق اللي انت عاملاها، وهتجيبي ميه تكون سخنه بس مش بتغلي، يعني تكون ميه دافيه، تمام؟ وبعد كده هتروحوا تنزلوا فيها بالصينيه عشان تسرعوا عمليه الايه؟ تخمير الزبادي وتطلع معانا على طول بتقعد بالشكل اللي احنا عاوزينه، تمام؟ بعد ما بتطلع طبعا احنا بنحطها في التلاجة، بعد ما بنخرجها بنحطها في التلاجة عشان تتماسك كويس، وبعد كده بناكلها بألف هنا وشفا. سهلة جدا مفيهاش اي حاجة اهي،
ما خدتش اي وقت مننا خالص، بس كده اهي يا حبيبي. عاوزين قلنا تصغروا الكمية زي ما اتفقنا، كل واحد ايه براحته. تمام، هنحطهم دلوقتي في صينية ونحطهم في الايه الفرن، وهنسيبهم زي ما اتفقنا من 6 لـ 8 ساعات، ولما يخرجوا بإذن الله هوريكم هيطلعوا منظرهم عامل ازاي. كده يا حبايبي الزبادي بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن وخلاص اتعملت بعد 4 ساعات بالظبط، طلعت معايا جميله جدا. وبعد كده حطيتها في الثلاجه لحد لما اتمسكت كويس، وبسم الله ما شاء الله طالعه اهي جميله جدا زي ما انتم شايفين، متماسكه لا عامله طبقه ميه ولا عامله اي حاجه. بصوا شايفين الجمال، هي بتتكلم عن نفسها اهو، شايفين اهو هي متماسكة وتمام وجميلة، هتلاقوا طعمها جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وباذن الله هتعجبكم وتنول اعجابكم، وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.